السلام عليكم، كنتمنى تكون على خير وبصحة جيدة إن شاء الله. رمضان مبارك كريم، وبمناسبة هذا الشهر الكريم ميمكنناش ندوزوه بلا الحريرة، لذلك أنا جبت لكم واحد الوصفة رائعة ديال الحريرة بمقادير مضبوطة وبواحد المكون اللي كيزيدها لذة كيجيبها رائعة. أكيد من بعد ما تجربوا هذه الطريقة أتولي عندكم معتمدة. وباش تنجح معكم الوصفة يكفي أنكم تحترموا المقادير وتكملوا الفيديو حتى الآخر. نبداو على بركة الله. وفي المقادير كنحتاجو لعلبة صغيرة من مركز الطماطم ما يعادل ملعقة كبيرة مملوءة جيدا، نصف كأس من العدس اللي سبق لي وغسلته، نقيته وغسلته مزيان ورقته في الماء مغلي، كأس من الحمص اللي تاهو مرطب ما يعادل 115 جرام، كيلو من طماطم اللي حيدت لها داك الراس اللي تيكون الفوق، نصف زلافة من المعدنوس ما يعادل 75 جرام نقطع، ونصف زلافة من القزبور ما يعادل كذلك 75 غرام، نفس الكمية ديال المعدنوس هي ديال القزبور، زلافة ديال الكرافس زائد العماد ديالو اختياري، دوك العمادات اختياريين يمكنكم الاستغناء عليهم، قطع من اللحم ويستحسن يكون فيهم العظم لانهم كيزيدوا بنه، جوج ملاعق كبار من زيت الزيتون، ثلاثة ملاعق كبار من الشعرية اللي ممكن تعويضها بالمحمصة، حبة بصل متوسطة الحجم محكوكة أو مطحونة. وفي التوابل كنحتاج ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من الخرقوم، ملعقة صغيرة من الابزار، ونصف ملعقة صغيرة من سكينجبير، والقليل من زعفران. وكنحتاج واحد ضمط البنة. وفي الاخير مكون اللي كيزيدها لذة كما قلت لكم، ربع ملعقة من القرفة. وفي طنجرة الضغط كنضيفو الحمص، البصلة، اللحم، العدس، معدنوس مع نصف كمية القزبور والعميدات ديال الكرافس ونصف كمية الكرافس والزيت، توابل ودمت البنة. وغادي نحتفظوا بالطماطم المركزة والقرفة ونصف كمية القزبور والكرافس حتى من بعد، وغنحركوا الكل جيدا ونديرهم فوق النار يتشحروا شوية. وفي هذه الاثناء غادي نديرو الطماطم ديالنا تسلق في نصف لتر ديال الماء حتى تشرب داك الماء تماما، ومره مره نحركو الخليط. من بعد ما تشحروا الماء مزيان غادي نضيفو دابا الماء، غادي نضيفو تقريبا 3 لتر ونص ديال الماء، وغادي نسدو عليها مده تقريبا 30 دقيقه بما نحسو بان اللحم والحمص طابوا. وهنا من بعد ما طفتنا الطماطم كما كتشوفوا راه تشربات هذاك الماء، غادي نطحنوها بالقشور ديالها وغادي نصفيوها. من بعد مرور نصف ساعه كتحلو عليها وكتشوفوا اللحم واش طاب، الا كان مازال زيدوها شويه، ولا كان طاب غادي نضيفوا طماطم مع الطماطم المركزه والقرفه، ونحركوا جيدا بمساعده ديال ملعقه من الخشب، حاولوا تحركوا غير من التحت، وما تخافوش من القرفة راه هي فقط تزيدها لذة ما كتحسوش بها ابدا، يعني اللي ما يشوفك درتي القرفة ما يعرفش كاع واش فيها القرفة، هي كتزيد غير لذة وواحد الرائحة رائعة.
غنخليو الحريرة تطبخ شوية على نار هادئة، وغادي ندوزو نحضرو خليط ديال الدقيق. غادي نحتاج كاس ديال الدقيق مع كاس وربع ديال الماء، من الأحسن نغربلوه باش ما يديلكمش ديك الكويرات. انا غادي نحركو غير بالمضرب اليدوي، الا كان عندكم كيتحبب بزاف تقدو تطحنوه. راه الدقيق هو اللي كيتحكم في القوام ديال الحريره. الا بغيتوها تجيكم جاريه ديروا نصف كاس فقط، الا بغيتوها تجيكم عقده اكثر زيدوا الدقيق، يعني نتوما اللي تحكموا في القوام ديال الحريره. ودابا غادي نضيفوا الخليط ديال الدقيق تدريجيا وحنا كنحركوا في نفس الوقت باش ما يتكونوناش دوك الكتل. وكما سبق لي وقلت لكم راه الدقيق هو اللي كيتحكم في القوام ديال الحريره، كاين اللي كتعجبو قاصحه وكاين اللي كيتعجبو جاريه. بالنسبه الى كان مثلا لقيتو درتو الطحن بزاف ولقيتو الحريره عندكم عقده بغيتوها جاريه، ما عليكم الا تزيدوا الماء الطايب وحتى تحصلوا على القوام اللي بغيتو. من بعد ما كنضيفو الدقيق كنخليو الحريره تطبخ مع التحريك مره مره غير من التحت، يعني كنديرو معلقه غير لتحت ونحاولو باش ما تلصقناش من التحت حتى تطبخ لنا الحريره، وكتكون واحد القشره من الفوق. ديك الساعه كيعني بان راه الحريره طابت. في ديك الاثناء غادي نضيفو الشعريه والكميه المتبقات من القزبور والكرافس، وغادي نخليهم واحد 5 دقائق ونبقاو نحركو حيت بديك حيت باش كنضيفو الشعريه كتولي كتلصق لنا. وصافي هي الحريره ديالنا واجده، غنحركوها واحد شويه وغادي نطفيو عليها. للاشاره فقط انا راني غير كنجرب الفيديو باش ما نطولش عليكم، اما راه كنخليها تطبخ واحد المده كما قلت لكم حتى تطبخ مزيان وتظهر ديك الطبقه من الفوق. هي الحريره ديالنا واجده، راه كتجي رائعه كما شفتوا بمقادير مضبوطه وبسيطه. تحصلوا على حريره رائعه مذاق ورائحه لذيذه بزاف بزاف. نتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم، ونتمنى نكون قدرت نشرح لكم بالتفصيل. ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع جديد ديالي، والتواصل غنخلي لكم الانستغرام وفيسبوك صندوق الوصف، وما تنسوش تخليولي الاراء ديالكم في لي كومونتير، ونخليكم على خير حتى الفيديو جديد ان شاء الله.